ما بعرف ليش دايما بدايه السنه بنحملها كل التقل وكل القرارات اللي بدنا نعملها، كل الخطوات اللي كنا عم نستلشق فيها بالاشهر الماضيه دايما بنحملها لواحد واحد من كل سنه. قديش هالشيء صحيح او لا مع ميلاد؟ ما بدها هالقد ابدا، ما هيك؟ بتعرفي يمكن بفتكر انه نقصون يا زلمه كله باول نهار بدنا نعمل كل شيء. لا بفتكر هي في عنا مطلع سنه لنرجع نعمل هالشيء، انا هيك بعتقد. وقال ليش بدنا نزيد سنه؟ يعني في ريبير، في مثل نقطه بدنا نخلص ونبلش نقطه جديده، كرمال هيك عنا سنه جديده لنرجع نعزل نعمل عزيل. نعملهم مثلا على عيد ميلادنا، بنعملهم فينا نعملهم نحن، فينا هالقرارات فينا ناخذهم ساعه اللي بدنا. بس اليوم يعني عالميا صار معروف النيو يير ريزوليوشنز، او اذا بدك الاهداف يلي بنوضعهم مع نهايه كل عام. بس انا بقول لانه نحن تلقائيا، انت لما بتنزلي الصيفي والشتوي ما بتعملي عزيل للخزانه؟ اي طبعا كل سنه طبعا. امي بتشيل السجاد بتحط السجاد، مزبوط؟ على كمان في عندها وقت محدد بتشيل السجاد بتحطه. كل ثلاث ارباع العالم بيشيلوا عيد الاستقلال ما بعرف ليش بيحطوا السجاد، بحطون ايه ما بعرف، غريبه لبنانيه ايه بقى فرصه لعندكم مثل هالاشياء اللي بنعملها كمان ببيتنا فينا نعملها بحالنا. وانا عن جد بقول انه مثل ما بنعزل خزانتنا مفروض فينا نعزل افكارنا ونرجع نحط خطط عمل. انا اذا جيت لالي فضي كل شيء بتشيليهم بالمره. هلا اليوم رح نحكي عن نيو يير ريزولوشنز وايمتى بتزبط وايمتى لا، لانه في مرات يعني كل العالم اذا اليوم انا بقول بدي اضعف، بدي اشتري سياره، بدي اشتري بيت، بدي مرات هالامانه او هالاحلام اللي بنحملها لراس السنه، هلا بقول لك ليش ما بتزبط؟ لانه ما انحطت بطريقه صحيحه، يعني بدنا ننطلق نحن بالانطلاق الصحيح لنوصل للنتيجه. كل العالم يوم اذا بتقولي لها شو عبالك؟ بقول لك عبالي عبالي امنيات واحلام، بس لازم نعرف كثير منيح انه الامنيه بتضل امنيه والحلم بيضل حلم اذا ما نحط له خطه عمل. خليني اقول ما في هدف، هو الهدف شو هو غاده؟ الهدف هو امنيه، الفرق انه نحط لها خطه عمل، نوضع لها اسس لحتى تتحقق، والا بتضل امنيه. هلا نحن سالنا الناس لنشوف عن قراراتهم بنهايه العام ونشوف كيف رده فعلهم، وعلى اساسهم بتناقش انا وانت لنشوف كيف ممكن نحط عن جد هدف ونحققه بالسنه، مش يروح باثنين كانون الثاني او ثلاثه كانون الثاني. اذا اكثر شيء يعني خمسه سته بيكون راح. خلينا نسمع شو قالوا الناس لما سالناهم وبنرجع بنتابع. أنا سنة 2013 حابة أجيب بيبي، أعيش برات لبنان وحقق ذاتي أكثر. بدي أغير بحياتي، بدي ألاقي وظيفة جديدة بس مش أكثر. بدي أروح عند جوزي بالسعودية، بدي أجيب بعد بيبي. أخذت قرار أفتح مكتب لحالي ومبدئياً وأشتغل لحالي. ما تتشوف الوضع بلبنان بعدين تحطي هيك افكار. بعد ما قررت شو بدي اعمل؟ قرارات؟ لا السؤال صعب شوي. لا بس انه اعتبري اذا في عندي ما فيك تحقق شيء بهذا البلد. واحد ما بيعرف شو بيصير معه، يمكن يكون خطط، يمكن يصير معه، يمكن يزبط، يمكن ما يزبط. لا والله ما حغير شيء. بعدني عم فكر. والله انا مرادي سافر من هون، نروح على غير بلاد ندبر مستقبلنا، مستقبل اولادنا. انا قراراتي فل، انا واولادي روحه بلا رجعه. هي مش واقفه على النيو يير الواحد ياخذ قرار يعني شو بده يعمل، لا انه دائما الانسان يكون عنده طموح انه يتقدم بحياته، وان شاء الله 2013 تكون خير للكل علينا وعليكم. زعلني هالتقرير، ما هيك؟ زعلني لانه في كثير من التعميم وفي كثير كمان من هيدا حاله هيك الياس العامه، يعني انه رح فندهم كلمه وكلمه. اول شيء اللي قالوا انه ما في شيء بيزبط بالبلد، بقول لهم بلا في شيء بيزبط، بس انه بدي يروح على غير بلاد. شو يعني غير بلاد؟ يعني هيدي هيك هي حكي، هي انا عن جد بسميه حكي فاضي. شو لوين غير بلاد؟ لو عندك خطه تقول انا ب 2012 بسادس شهر رايح على فرنسا مثلا، هي الفرق بين أمنية حكي على الفاضي أو عن جد أمنية مثلا. بس مش كل الناس قادرة تحقق، يعني هيدي أمنيته يمكن عن جد، بس أنه بعد ما قدر يحققها. إذا ما قدر يحققها ما قدر يحط لها خطة. ما هو بده يحط لها خطة لتتحقق. رح نحكي اليوم عن شغلتين، عن شيء اسمه سمارت جولز. ليش اسمه سمارت؟ لأنه كل حرف منه
في بدل على اذا بدك على طريقه باني احط هدف. القاس لازم يكون سبيسيفيك، ما فيني اقول بحلم ببيت، بدي شغل. سبيسيفيك، لازم اقول لعقلي انا شو بدي اكزاكتلي، محدد. انا عم بقول له بدي اربح اللوتو بس ما عم بظبط. لازم يكون ثاني وحده الام ميجربل بمنقاس، واتشيفبل الاي يعني بقدر حققه، وكمان لازم يكون ريتشبل يعني بقدر اوصل له، وان تايم فريم التي بالسمارت وتايم فريم يعني لازم يكون محطوط بوقت. بدل ما اقول بدي اشتري بيت بالمطلق يلي عقلي ما بيساعدني وما ممكن حققه، بقول انا بال 2013 بدي اشتري اي بيت يلي بالبيت بالزلقه يلي مساحته 120 متر يلي كلفته 200,000 دولار. ساعتها انا عم اقول لعقلي، هون عقلي بينتبه انه هل انا قادر امن 200,000 دولار؟ اذا كان لا، دغري الحلم بيصغر براسي، بصير اقول فاذا لا انا بال 2013 لازم جمع 50,000 دولار من حق هيدا البيت اللي لازم اشتريه بال 2016. شفت الفرق غاده بين جنرال يعني اني بالشكل عام اني احط امنيه او اني احط، وبعدين اول شيء لما ما بنحط هدف معين، يعني مثل شخص قال لي بسافر على بلد معين، على حيالله بلد روحة بلا رجعة، هيدا كله حكي. ليش؟ لأنه أول شيء لطالما ما حددنا لعقلنا اكزاكتلي شو بده ما بيعطينا إياه. يعني أنا اليوم إذا بقول عبالي أعمل هيدا الشيء، عقلي شو بيفكر؟ طب غادة عبالة، بس إنه إذا ما حققت لها اللي عبالة ما رح تكون مزعوجة كتير، لأنه ما حسستني غادة إنه مصرة على الشيء اللي بدها إياه وما عطتني فريم. عقلنا مثل ولد صغير، أنت اليوم لو ابنك ما بتقولي له ماما عندك 3 ساعات يخلص هيدا الشغل، بيخلص او ما بيخلص؟ بس لو اوحيتي له لابنك انه عنده نهار ليعمل هالشغل ما بيخلص. فاذا نحن لازم كمان نعامل عقلنا بطريقه انه يكون فاهم علينا شو بنقصد بالهدف يلي حاطينه، وهيدا هو يلي اسمه سمارت جولز يلي لازم نحطهم مع نهايه. مشان هيك بدي اضعف، بدي انقل شغل، العالم اللي بيقولوا انه عبالي غير شغلي، انا برايي هيدا منه هدف، ما بيستاهل، هيدا بيخلص ب 12 1 2 3 4 بنرجع لروتين الشغل وبننسى. بس انا بال 2013 مثلا عجبتني صبيه قالت انا قررت افتح شغل لحالي، برافو لهون. بس لازم كانت تقول اكثر كمان على شو هو الشغل وبقديش وقت. انا مقرر بال 2013، ما بتخلص 2013 غير ما بكون عملت هيك حطيت تايم فريم لعقلي. بعدين بدي اقول شيء غادم بيني وبينك تنحكي ولا عم يسمعونا المشاهدين، بس هلا فيهم بيني وبين حسب انه ما عم يسمعونا، في شيء عن جد بالمطلق ما بيتحقق؟ طب منه تعميم انه ما في شيء بيزبط بهالبلد؟ انا بتحداهم هو العالم اللي هلا قالوا لي ما في شيء بيزبط بالبلد، انه انا بروح هلا اذا بروح لعندهم بسالهم، هي كلمه وبتنقال، ايه بس كلمه بتنقال. أوكي. بس عم تتعمم، يعني عم تتعمم على نفسيتنا. فاين البلد له 20 سنه او 30 سنه عم نقول انه ما في شيء بيزبط فيه، بس في كثير عالم عم يزبط معهم قصص. صح، يعني معلش انا يعني ما بدي غالي كمان وبين انه انا يلي عم نظر هلا على هالموضوع، لا لا لا. بس صدقوني في هيك ما هيدا في عالم عم يشتغلوا، والا كنا متنا. يعني انا اليوم اذا بدي امشي مثل ما انت عم تقلي ما في شيء عم يزبط بالبلد، انا لازم تكون حالتي تعيسه وغادة، وهلا 100 واحد عم يسمعنا ومليون واحد عم يشوفنا على التلفزيون. البلد هيك يا بتقرر. هيدا انا بسميه هيدا واحد مثل واحد بده يعطي عذر لحاله، واحد ما هو قادر يعمل الشغله بيقول لك ايه ما انا حظ ما عندي. انا شخص ما بيؤمن بالحظ، ما في شيء بالدنيا اسمه حظ، كل واحد بده يسعى، بده يسعى لحاله. بقى هيدا هو اليوم يلي الفرق بين انه انا احط هدف او اني عن جد اشتغل على احط خطه عمل لاعمله. بعدين انه في كثير عالم عم تزبط معهم، ليش؟ شو عندهم 4 اجرين واربع ايدين واربع ادمغه مثلك مثلهم، بس انت تلاقي الطريق. وتعي فكري، شوفي هذا اللي ما بيلاقي شغل بيكون رايح مره مجرب بالسنه يقدم على وظيفه، انا اليوم اذا بدي شغل انا لازم يكون عندي استعداد كل يوم انزل فتش على وظيفه لحتى الاقيها. ومين قال انه الحياة بسهولة؟ يعني مين قال لازم نبقى ببيتنا وتجينا القصص على طبق الفضة؟ الوظيفة ما رح توصل على البيت اكيد اكيد. بقى هيدا الشيء اللي بحب اقوله انا اليوم خاصة بما يتعلق بالنيو ريزوليوشنز او بهالاهداف يلي بنحطها. بعدين انا بقول يمكن هلا كثير عم بيقولوا ما رح تزبط معي، بقول لهم وقفوا حطوا اهداف. عن جد نوقف نحط اهداف غادة، خلينا نشتغل بستاندردز بمعايير معينة. رح اعطي هالفكره يمكن بتكون اخر فكره بهالفقره. اذا ما بدنا نحط هدف ما في مشكله، حط ستاندردز. شو الستاندردز؟ يعني انا اليوم اذا عندي وظيفه بقول انا ما بدي احط هدف، بس انا حاطط ستاندردز، يعني انا بنزل على الشغل لو شو ما صار انا لازم اشتغل 10 ساعات. اوكي. ولو شو ما صار انا اذا عندي خدمات بقدمها، لو شو ما صار انا لازم اكون عامل ابروتش او متصل ب 10 كلاينتس كل يوم. لما تبلشي تشتغلي بهيدي الستاندردز
تلاقي انه والله عم توصلي لاهدافك بعد فتره ولا ما تتقدم. عم تتقدم، ما هي خطوه ورا خطوه ورا خطوه. وبيقولوا يعني لشو الستاندردز؟ يعني مثلا انا مثلا بعرف عالم انه ما عندهم شغل بالمكتب، جبروا حالهم ينزلوا فعليا يقعدوا على المكتب، لقوا حالهم انه بعد جمعتين ثلاثه خلص قرر انا ان شاء الله ما يكون عندي زباين، ما يكون عندي شيء، انا لازم اقعد بالمكتب نهار الجمعة أربع ساعات. هيدا الديسيبلين يلي بنعمله لعقلنا، أول شيء بيصير عقلنا مرن إنه يكون أكثر ديسيبليني، وبيصير رح نتفاجئ إنه لأ بلش يعطينا مردود. بس نحن بدنا نقصنا ديسيبلين لنحقق أحلامنا، لنحقق أهدافنا. هيدا مثل بدي أوقف دخان أول السنة إنه وبدي أضعف أول السنة. يعني هولي أنا برأيي هودي منهم أهداف، هودي كلمات منقولون وبنرجع منراضي حالنا، إيه ما عم بقدر أوقف لانه اصحابي عم بيدخنوا قدامي، دغري منلاقي العذر، وما في اسهل منه الانسان دغري يعمم عذر ليرتاح، مثل هالتعميمات، مثل انه بيكرهوني بالمكتب، حظي سيء، انا حظ ما الي، كل عمري هيك، هول هالعبارات يا ريت منشيلهم من قاموسنا، لانه عن جد هول العبارات منن الا انا على القليله انا بيزعجوني مع الناس اللي بكون عم بتعاطى معهم، ما بحب الناس اللي بتكب على حالها، يعني مثل واحد بيكذب كذبه وبيصدقها، كيف راجح؟ بكذب بنكذب الكذبة على حالنا وبنشتغل على اساسها يلي وقع فيه. ليك في كمان بدنا ناخذ ظروف، يعني انا مش عم بعمل محامي الشيطان، بس في ناس بتبقى ظروفها كثير اخذه من وقتها ومن حياتها، وبيقولوا اوقات يعني ماشيين بعكس هالظروف ومش عم بيقدروا معكستهم لدرجه، مشان هيك يعني اذا بحطوا توقع او امل كثير صغير ويحققوه هن بيعتبروا حالهم عملوا شيء كثير كثير مهم. على كل حال هي نحن ما انا ما جاي اليوم لحتى مثل ما بيقولوا هبط الاحلام والامنيات. لا اكيد الواحد بده يحلم، وحلو الواحد كمان غاده يكون يضل حاطط شيء لقدام، وحلو نضل متفائلين، لانه نحن لو من التفاؤل لو من الامل كيف الانسان بيفكر؟ بس مثل ما انت اليوم باولادك بتشوفي بكره احلى، مزبوط ام لا؟ حاطه كثير، انا يمكن بشغلي حاطط امال لحتى اوصلها، ما فينا نتخلى عنهم، يعني ما فيني انا اصير عيش انه يعني البلد مسكر بوجهي وحظي سيء واهلي مشتركين لي شيء وكذا، هيدا النق ما بيجيب الا النق. النق ما بيجيب الا النق، يا منقرر عن جد نحن نشتغل يا بيكون يعني، واذا كان النق هو صديقنا ما راح يجينا منه الا النق. النق بعد اكثر واكثر، نحن انت ما نلتقى فيك السنة الجاي؟ السنة الجاي اذا الله لا ليلة راس السنة الثانية ليلة راس السنة اكيد رح نودع السنة كل الناس رح يقدروا يودعوا مع كل فريق عمل، مش بس عالم الصباح، التلفزيون كله، تلفزيون مستقبل رح بيرافقهم اكيد بسهرات كثير حلوه ان الله رب. ان شاء الله يا رب. ينعاد عليك من هلا بريك صغير ونرجع منتبه.